السلام عليكم أعزائي المشاهدين، وكل يوم أنتم بخير إن شاء الله وصحة رمضانكم. اليوم عندنا حلوة العيد اللي نبدأ بها إن شاء الله إلى كتب ربي. عندنا حلوة هي بالشوكولا، لكن قلبها من الداخل راها باللوز وبالكراميل، راها تجي واحد الحشوة رائعة والبنة أروع. هذه الحلوة هذه ما راهاش رايحة تعبنا ولا تشقينا بزاف، ما علينا غير نخدموها مع بعض ونسيوها. ما نطولش عليكم، نفوتوا ان شاء الله المقادير. كما راكم تشوفوا عندي 250 غرام مارغارين طريه هكذا على حراره المطبخ. انا عندي لابيل هنايا نخدم بها، وعندي واحد زوج مغارف تاع الاكل تاع السكر اللي هما 60 غرام. الملعقه تاعي درت 60 غرام، واللي يحب السكر بزاف يزيد يدير 6 مغارف. عندي حبه تاع البيض كامله وصفار تاع بيضه، وعندي هنايا مغرف تاع القهوه يعني نص علبه تاع خميره تاع الحلوه، وعندي هنايا ملعقه صغيره تاع القهوه تاع لافاني يعني اختياريه هذه لافاني. وعندنا طبعا الفرينه تاعنا اللي راها مغربله، نخدموا الزبده والسكر ولافاني. بسم الله نخدموهم مليح 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 مليح. هاد الزبده لازمها تكون تولي طريه. عندي هاد زوج ملاعق تاع السكر راح نخدم بيدي. بسم الله راح تمتم نحط لها البيض ونخدم الزبده مليح، غير الخميره اللي نخليها مع الفرينه. هذه صافر حبه تاع البيض، ونزيدوا لها الحبه تاع البيض الكامله كامله، ونخدموا الزبده تاعنا هذا المارغارين عفوا نخدموها مليح. انا هنا خدمت هذيك الزبده تاعي مليح، رجعت نصبع. دوك راح ندير الفرينه وراح ندير هذيك نص علبه تاع الخميره. بسم الله العجينه تاعنا هذه هي، انا خليتها شويه رطبه. دوك تشوفوا من بعد علاش خليناها شويه رطبه، خلاص هي ما تحبش تريح، لكن نخليوها بجهه غير باش نخدموا هذيك العقده نتاعنا. بسم الله عندي هنايا كاس تاع الكاوكاو مطحون، كيما اللي يحب يدير اللوز ولا الجوز ولا كل واحد. بسم الله عندي كاس رايح نخلطه بهذا الكراميل، هذه رايح نخلط هذا الكاوكاو بهذا الكراميل صوص كراميل. هذه راه يجي بنا رائعه الحقيقه، هذه الحلوه بنينه بزاف. العقدة تاعنا ها هي، ولا الحشوة تاعنا راها مخدومة. واش نقول لكم بنينة بزاف، اللي تكون تخدم ويكونوا قدامها وليداتها على بالي بلي رايحين يكملوها لها، ما تبخليش عليهم غير عطيهم. اليوم دروك عفوا رايحة ندير كويرات نوجدهم باش تجيني الخدمة سهلة، واللي تكون عندها اللي تعاونها هما زوج ولا وحدة تكور وحدة تعمر. لكن هاد العجينة هاد الكويرة باش نخدموها مليح مليح باش ما تنحللناش، لان حطينا فيها شويه تاع الخميره. هذا واحد تقريبا 30 غرام ولا. من بعد ما كورت هذيك العجينه تاعي كامل على هاد الكويرات، الحجم تاعهم كما راكم تشوفوا واحد تقريبا 30 غرام ولا، على حساب المول تاعنا راح نحطوها في هذا المول تاع المعمول، وكل واحد واش يحب واش عنده الليمون اللي تعجبك، المول اللي يعجبك دير فيه. انا عندي هذه كيما قلت لكم راني خدمتها مليح باش ما تنفتحلناش، نفتحوها ونعمروها شويه تاع العقده هذه اللي راها حنا عمرناها بالكاوكاو والكراميل. كذا ونحطوها في هذا
طبعا هذا اول مره الاولى رشوه بالفارينة. انا رايحه نستعمل هذا، رشيته بالفارينة كما راكم تشوفوا على بها في الاول. قلت لكم العجينه خليتها شويه رطبه هكذا، هذا غير باش يعطينا الشكل. هذا هو الشكل تاع الحلوه تاعنا، باش كي نحطوا لها الكلاصاج يبقى هذاك الشكل هنايا يبقى مرسوم عليها، ويزيد لها شويه في شبحها. الحلوة تاعي كملتها في التكوار، كورتها كامل وعمرتها، رايحة نحطها في الفرن طيب من تحت ونطفي من تحت ونولي نحمرها شوية دوري هكذا من فوق، ونرجعوا للكلاصاج مع بعض إن شاء الله. حطيت الكاطو تاعي راه في الفرن راهي طيب، وعندي الشوكولا اللي رايحة ندير بها الكلاصاج. هذه هي عندي واحد 125 غرام تاع الشوكولا نوار، أنا عندي هذه تاع 250 قسمتها على اثنين. انا نخدم بهذه، تعجبني هذه، لما تذوب الشوكولا تاعي رايح نفتتها كامل، رايح نفتتها نحطها في بون ماري حتى تذوب لي مليح، ولكن لي الشوكولا تاعها تكون خفيفه ولا ما عندهاش كيفاش تقلها تحط لها واحد شويه برك تاع النشا تاع مايزينا تحطها فوقها وهي تذوب وتخلط، تذوب وتخلطي، ومن بعد كي تذوب لنا انا نحط لها واحد المغرف صغيره تاع قهوه هذه تاع زيت، ونخلط مليح مليح حتى تولي دايبه. الكاطو تاعنا كيما راكم تشوفوا راهو طاب على هذا الشكل، هذا راه دوغي شباب، راه خفيف وراه هشيش. والشوكولا تاعنا من بعد اللي دابت حطيت لها واحد المغرف صغيره تاع الزيت خلطتها مليح، وهذيك النص مغرفه تاع مايزينا وخلطتها حتى دابت. دوك راني رايحه نزين بهذه الطريقه، وكل واحد يزين كيما كاين اللي غطس كاين اللي هكذا، غير باش الكاطو تاعنا كيما درنا له الكلاصاج تاع الشوكولا خليناه نشف برد، راهو ما شاء الله وخرج روعه. نتمنى ان شاء الله يعجبكم وتجربوه. نشوف واحد الحبيبه كيفاش خرجت لنا. هذا هو الكاطو تاعنا كيما درنا له الكلاصاج تاع الشوكولا، نشوفوه نقسموه واحد الحبيبه. حنا راح ندقناه في الحقيقه، زينته بهاد الحبه تاع الشوكولا. بسم الله عبالك ينقسم يتفتت. هذا هو الكاطو تاعنا، جا معمر مدخل وفي هذاك الكو بنه الكراميل هي اللي عطاته واحد الذوق رائع. هذا هو الكاطو تاعنا تاع اليوم، ان شاء الله في الحلوة الجاية ولا الكاطو المرة تاع الجاية نتلاقاو في ساعة الخير ان شاء الله. جربوه ان شاء الله وردوا عليا. بالسلامة عليكم وصحة فطوركم.